بسم الله الرحمن الرحيم. باسم منسوبي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، نرحب بدولة نائب رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة علي محسن الأحمر وصحبه الكرام، ونؤكد أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله، يولي الجانب الإغاثي والإنساني في اليمن الشقيق أكبر اهتماماته، وأكثر دليل لذلك هو أن 85% من مشاريع المركز هي مركزة لرفع معاناة الشعب اليمني الشقيق. المملكة العربية السعودية وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله قدمت إلى اليمن إلى هذا اليوم أكثر من 10 مليار و900 مليون دولار في جوانب متعددة، الإنساني والإغاثي وكذلك دعم البنك المركزي والجوانب الإنمائية وكذلك المساعدات الثنائية. كل هذه المساعدات تأتي تأكيدا للروابط المتينة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية الشقيقة، تربط شعبي الدولتين روابط الجوار واللغة والدين وكذلك الروابط الأسرية والاجتماعية والاقتصادية، وتاريخ حافل بهذه الروابط التي نسعى دائما لاستمرارها وتقويتها. كذلك المملكة العربية السعودية بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين أطلقت خطة العمليات الإنسانية الشاملة، ودول التحالف التزمت ب1.5 مليار دولار. التزمت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بمليار من هذا الالتزام، وهذا أكبر دعم إنساني يقدم في تاريخ الأمم المتحدة تأكيداً للاهتمام الكبير برفع معاناة الشعب اليمني الشقيق. المركز كذلك يولي اهتماما كبيرا بالبرامج الموجهة للمرأة والطفل، ومن البرامج التي يسعد المركز بتنفيذها هو تأهيل الأطفال المجندين والذين زجت بهم الميليشيات الانقلابية بأن أصبحوا جنود حرب ودروع حرب، وأثر ذلك على حياتهم العلمية والنفسية. المركز يعيد تأهيل هؤلاء الأطفال في برامج منظمة ومقننة حرصا على طفولة هؤلاء الأطفال الأبرياء من الشعب اليمني الشقيق. وأخيرا وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يعمل في كل المناطق والمحافظات اليمنية بلا استثناء. نحن ندعم كل مناطق اليمن، ونؤكد أن المملكة العربية السعودية حريصة على كل فئات الشعب اليمني بكل مناطقها ومحافظاتها. دولة نائب الرئيس، نحن نرحب بكم شكراً. ونسعد بوجودكم معنا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، الأخوة العاملون في المركز، الأخوة الحاضرون جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. تقمر لي الفرحة والسعادة اليوم وأنا أزور مركز الملك سلمان ابن عبد العزيز للإغاثة والأعمال الإنسانية التي تتجسد فيه أصالة وإنسانية ونبل قيادة المملكة، ممثلة في مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ابن عبد العزيز. حرصنا على هذه الزيارة
للتعبير عن تقديرنا وشكرنا باسم القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الجمهورية المشير الركن عبد الرب منصور هادي والحكومة اليمنية وكل أبناء الشعب اليمني. نقدم شكرنا لجهود المركز المبذولة في التخفيف عن معاناة اليمنيين ومأساتهم من خلال أعمال الإغاثة وتبني مختلف المشاريع الصحية والإيوائية والإغاثية والتفاعل مع دعوات ومناشدات المنظمات الدولية من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وتحذيراتها التي تطلقها بين فترة وأخرى عن انهيار الأوضاع الإنسانية في اليمن بفعل الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران ونهبهم لمقدرات الدولة وتعمدهم سياسة التجويع والإفكار وتشريد المواطنين. وأشير في هذا الصدد إلى الكثير من المشاريع والإسهامات والمعونات التي قدمها المركز والتي كان من ضمنها إيواء النازحين وعلاج المصابين وجرح الحرب وإسهام المركز الكبير في مكافحة وباء الكوليرا الذي ضرب مختلف المحافظات. وقدم المركز مشكورا كميات كبيرة من العقاقير والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهته وتم النجاح بفضل الله ثم بفضل الجهود ودعم بقية المنظمات في التقليص من مخاطر الوباء والحد من انتشاره بل والقضاء عليه تماما بفعل الجهود الجبارة التي قدمها مركز الملك سلمان. وأؤكد لكم جميعا بأن التاريخ سيحفظ للقيادة وحكومة وشعب المملكة وللمركز ولكل العاملين فيه هذه البصمات الطيبة والعمل الإنساني الدؤوب والرائد والذي يتواكب مع معركتنا العروبية المسنودة بدعم التحالف لمواجهة مخاطر التمدد الإيراني في اليمن وفي المنطقة. وأخيرا أكرر شكري وتقديري لأدائكم المتميز وأهنئكم بالنجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية وما تتطلبه الفترة المقبلة أيضا من استمرار لهذا الجهد ومضاعفته. وأنتم أهلا لهذا ونحن هذه جزء من مطالبنا كما نقدم أيضا خطة أولية لمتطلبات العام القادم 2018. وأنه نحن أيضا نطالب بالحرص الكثير على موضوع وصول الإغاثة لمستحقيها لأن التحايلات كبيرة من قبل الإنقلابيين يتحايلوا تحايل شديد على استحواذ الإغاثة يستحوذوا عليها على المواد الإغاثية والعلاجية والطبية وتحويلها إلى مجهود حربي أو لصرفها لمن يواليهم فقط لا لغيرهم. وهذه أيضا يواجه المواطن مشكلة في اليمن من هذا الباب. سائلنا الله أن يكتب الأجر والثواب لقيادة المملكة والعاملين في هذا المركز على هذه الجهود الطيبة والإنسانية وأن يعيد لبلدنا اليمن وللمنطقة الأمن والاستقرار. السلام عليكم ورحمة السلام. الله وبركاته. السلام ورحمة الله. أخو الإعلاميين إذا في أسئلة عشان نبدأ اجتماعنا تفضل. حمد. السلام عليكم. سؤالي موجه للرئيس. كنت هذا الرئيس ربما تعلمون ما يقدمه مركز الملك سلمان أيضا مركز الإسلام والجهات الأخرى لليمن واليمنيين من مساعدات وإغاثات والكل يشهد بذلك ويطالع ذلك. لكن سؤالي لك دولة الرئيس ما الذي قدمته إيران لليمن واليمنيين؟ والله إيران حقيقة من نشأة الثورة الإيرانية سطرت لنا الثورة الإيرانية المصائب والخراب
وتدمير وتمزيق المجتمعات اليمني والمنطقة والعربية، تمزيقها طائفيا، وأيضا خلخلت النسيج الاجتماعي للأمة الإسلامية بشكل عام، مش غير في اليمن فقط، فهي سعى جاهدة لخلخلة الأمن والاستقرار، وأيضا خلخلت البنية الاجتماعية الأخوية العقائدية للأمة، لخبطتها بحيث أنه أيضا تحرك نوايا عدوانية على الآخرين، تريد أن تقيم دولة فارسية على أنقاض الدول جميعها في المنطقة الإسلامية بشكل عام، ولا تستهدف منطقة بعينها، تستهدف الكل جميعا، تستهدف مقومات الأمة وعقيدتها وأخلاقها وأيضا نسيجها الاجتماعي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. السلام سيدي معالي الدكتور عبد الله، السؤال: كانت إيران تراهن على تفاقم الأوضاع الإنسانية لفرض إيقاف الحرب وتحقيق مكاسب الميليشيات، رغم أن المركز عمله إنساني وليس سياسي، إلا أنه أسهم في هزيمة إيران وإسقاط الرهان على هذا الجانب. هذا سؤالي، كيف تقيمون هذا الجانب؟ وهل كنتم واضعين في تصوركم يعني هزيمة معاناة الشعب اليمني ورفع معنويته أنها جزء من هزيمة المشروع الإيراني؟ هذا واحد. الشيء الثاني، بعض منظمات الأمم المتحدة وبالذات العاملة في المجال الحقوقي أثبتت تحيزها السافر إلى جانب الإنقلابيين، فهل لمستم من شركائكم في منظمات الأمم المتحدة الحيادة التام والعمل يعني مع الشعب اليمني بشكل عام، أم أن هناك انحياز إلى جانب الميليشيات كما هو حال بعض المنظمات؟ شكرا جزيلا لإذاعة صنعاء. شكرا. تبغى أنا أجاوب ولا الاثنين؟ طيب أنا أطروح على الاثنين. أولا، المملكة العربية السعودية عندما تقدم المساعدات الإنسانية لليمن هي تقدمها بهدف رفع معاناة الشعب اليمني. المملكة العربية السعودية كما يعلم الجميع تاريخها حافل عبر عقود من الزمن مع الشعب اليمني ورفعة معاناة الشعب اليمني، التنمية في اليمن، ولا تستهدف دخول في عراك إنساني. المملكة العربية السعودية يهمها الشعب اليمني، تهمها كل فئات الشعب اليمني، ولذلك ليس بغريب على المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أن تقدم الغالي والنفيس لرفعة معاناة الشعب اليمني. الكل يعلم ما حدث منذ أيام في 2018، الأمم المتحدة تطلق الخطة الإنسانية بمليارين وتسعة من عشرة دولار، وبعد يومين فقط المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات الشقيقة تلتزم بمليار، وكذلك 500 مليون من بقية دول التحالف. هذا هو أكبر استجابة إنسانية في تاريخ الأمم المتحدة، تؤكد حرص المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية على رفع معاناة الشعب اليمني بكل أطيافه. كذلك المملكة العربية السعودية تشغل مستشفيات في صعدة وفي حجة، دليل أن المملكة العربية السعودية لا تريد إلا الخير والرفاه والنمو للشعب اليمني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد الأمن والاستقرار. بالنسبة لمنظمات الأمم المتحدة، نحن أولا نعتبر منظمات الأمم المتحدة شريك استراتيجي للمركز، ونعول على منظمات الأمم المتحدة أن تقوم بدور كبير جدا في رفع معاناة الشعب اليمني، وإن شاء الله في هذه الاستجابة الإنسانية الجديدة أن يكون لها دور كبير جدا وفاعل في كل مناطق اليمن. ولكن تصرفات بعض العاملين والأفراد يجب أن لا تمثل توجهات منظمات الأمم المتحدة. نحن نأمل من كل العاملين الذين يعملون تحت مظلة الأمم المتحدة أن يلتزموا بمبادئ الأمم المتحدة الحيادية. تفضلت عمرك، تبغى تجيب على شيء؟ شكرا، أنت قد أكملت السؤال كله. الله شكرا، لم يبقى لي إلا طبعا الإجابة بسيطة. طبعا مركز الملك سلمان، أخلص أنا بقية سؤال، أنه طبعا مركز الملك سلمان الإغاثي والإيوائي والصحي
ذكر الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة أنه طبعا يمول المستشفيات جميعها في اليمن، مشغر سقطة وحجة في كل أنحاء اليمن، وهذا فعلا لا تمييز، ليس هناك تمييز على الإطلاق أن هذه المنطقة يسيطر عليها انقلابي حوثي إيراني أو هذه تسيطر عليها شرعية. وأثبت المركز حقيقة جدارته وعدم انحيازه على الإطلاق، لن ينحاز إلا الإنسانيته وإنسانية العمل الإغاثي والصحي في داخل اليمن بشكل عام. ولذا سمعت المركز حقيقة متميزة، نشكر المركز ونشكر أيضا العاملين فيه على هذه الإدارة الحكيمة والمتميزة. طبعا احنا بالنسبة للجمعيات أو المنظمات الأممية والدولية نحن نشكرهم مهما كانت جهودهم، قد يأتي هناك قصور أو بعض حاجات، لكن نحن كيمن، نحن كدولة، نحن كشرعية، نحن كقيادة سياسية، طبعا أولويتنا أن نحن نقول لكل واحد اللي بيساعد اليمن شكرا، ألف شكر لأي شخص يساعد في اليمن. فشكرا دكتور، شكرا للحاضرين جميعا، شكرا لك على السؤال. تفضلي. بالنسبة وهي إنسانية بحتة، قضية المغتربين اليمنيين، قضية شغلتنا جميعا وأبكتنا وأوجعتنا، نحن مع المملكة ومع كل القرارات التي يعني تعمل على استقرار المملكة وأمنها والنظام، كلنا مع نظام والقانون، ولكن مليون يمني إذا كانوا يعملون هنا يعينون 5 ملايين في الداخل، وهذا سيكون الآن جديد. طبعا السؤال لسيادة النائب والدكتور عبد الربيع، بالنسبة للنائب، كيف ستواجه الحكومة اليمنية الآن مأساة هؤلاء العائدين الذين الآن في ظل الحرب؟ يعني ستكون هناك يعني سيزيد عدد الجوع، عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية أيضا بالنسبة للمركز، كيف ستواجهون هذه المشكلة؟ كنا نطلب من سيادة النائب ويعني نطلب منكم فقط أن توصلوا صوتنا إلى الملك سلمان حفظه الله، أن يقوم بعمل استثناء ولو مؤقت يعني لعامين أو 3 أعوام فقط حتى تستتب الأمور في اليمن ثم يتم العودة. جاوب ولا جاوب؟ والله هذه مشكلة إنسانية. اولا المملكه العربيه السعوديه كما ذكرت لا تريد الا الخير لكل الشعب اليمني، المملكه العربيه السعوديه كذلك حريصه على كل من يعيش في الارض المملكه يكون بطريقه واضحه ونظاميه، المملكه العربيه السعوديه حريصه على لم تستهدف في الواقع الشعب اليمني، والدليل ان لدينا 561 زائر وبالعرف الدولي لاجئ يمني يتلقون أبنائهم التعليم المجاني والرعاية الصحية وفرص العمل. نحن نرغب من المغتربين الذين موجودين في المملكة العربية السعودية وهم مرحب بهم على كافة المستويات أن تكون أوراقهم فيما يتعلق بتواجدهم نظامية، هذا هو مطلب المملكة العربية السعودية، ليس الهدف بأن يرحل هؤلاء، إنما الهدف هو وجود وثائق نظامية، وأنا متأكد أن كل الجهات الحكومية تعمل جهدها لتسهيل تواجد أفراد الشعب اليمني في المملكة العربية السعودية، ولكن بما لا يتعارض على الأنظمة واللوائح الداخلية. شكرا. تفضل. عبد الله حسين من قناة الإخبارية. عندي سؤالين، اسمحوا لي سؤال الدكتور عبد الله وسؤال دكتور معالي الدكتور عبد الله، ما هي التحديات التي تواجهكم في مركز الملك سلمان للإغاثة؟ هذا فيما يخص الإغاثة مركز الملك سلمان. سؤالي لدولة معالي نائب الرئيس، ما هو قراءتكم للوضع الميداني في اليمن ولمن تميل الكفة حاليا؟ شكرا.
أي ميداني؟ صح. أي ميداني تقصد؟ أي ميداني تقصد؟ إحنا نقصد ميداني العسكري. عندنا ميداني إغاثي. له وضع الميداني العسكري. إنساني. ما هو وقت ال. أنا بحب استغل وجودك إذا. نحن أحوالنا العسكرية ممتازة إن شاء الله. ومتطورة ومتحسنة إلى حد كبير. والعدو في حالة انكسار. ونحن إن شاء الله عازمون نحن والتحالف وخطتنا قائمة لاستعادة كل شبر في اليمن. خطط موجودة عند قيادة التحالف موجودة واليمن الشرعية جزء لا يتجزأ من التحالف. خطتنا موجودة لاستعادة الدولة واستعادة اليمن شبر شبر حتى آخر شبر في اليمن إن شاء الله. سألتك عن التحديات اللي تواجه مركز. أنا بس تصحيح الرقم 561,000 وليس 561. بعض الإخوان سمعوها 561. لا يوجد على أرض المملكة 561,000 زائر يمني مرحب بهم جميعا. بالنسبة للتحديات طبعا الكل يعلم تحديات العمل الإنساني في اليمن. من أكبر التحديات في الواقع في العمل الإنساني في اليمن كما ذكره دولة نائب الرئيس علي محسن الأحمر هو ما يحصل من نهب وسلب واستيلاء وتسلط ورسم أو وضع رسوم ما تسمى بضريبة حرب على المواد الإنسانية. الميليشيات الإنقلابية كما حصل لبضائع المركز ولكثير من قوافل الأمم المتحدة واجهتها حالات سلب وسرقة وكذلك رسوم متعددة سواء في الموانئ أو في المعابر البرية الداخلية اليمنية. التحدي الآخر هو كذلك التهديدات التي تصل للممارسين في العمل الإنساني. الكثير من العاملين سواء كان من المنظمات الأممية أو الدولية أو من منسوبي مركز الملك سلمان حصل لهم تهديد وهنالك حالات كذلك تسلط بالسلاح ليست خافية على الكثير. التحدي الآخر هو كذلك وجود نقاط تفتيش من قبل الميليشيات الإنقلابية متعددة تعيق وصول هذه المساعدات. بعض هذه المساعدات تحتاج إلى سرعة الوصول وهي محملة بثلاجات قد تتأثر بالتأخير من قبل هذه العوائق المسلحة من قبل الميليشيات. والتحدي الأخير هو طبعا نأمل من الدول المانحة أن تحذو حذو المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية وبقية الدول التي ساهمت في تمويل خطط الاستجابة الإنسانية. المملكة دائما سباقة في الاستجابة سواء في النداء الأول أو الثاني أو الأخير ونأمل من الدول المانحة أن تحذو هذا الحذو لأن اليمن كما ذكر دولة نائب الرئيس بحاجة كبيرة لتمويل هذه الخطة وندعو كل الفاعلين والمانحين أن يساهموا في هذه الخطة لعام 2018. آخر سؤال. شكرا. أنا عندي بس كلمة واحدة حول مناشدة الأخوان حول قضية المغتربين. طبعا نحن نؤيد وندعم القوانين في المملكة العربية السعودية لأن قوانينها أمنا للمملكة وأمنا لنا حقيقة. والمغترب اليمني هو جزء لا يتجزأ من مواطني المملكة كونه ساكن على أرض المملكة موجود فيها. ونحن أيضا نعرف أن المناشدة اليمنية لكل مغترب موجودة في سمع صاحب المقام السامي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان بن عبد العزيز. أنا أؤكد أن هذه المناشدة والمواضيع اللي يطرحوها المغترب اليمني والقيادة اليمنية وكل مواطن يمني وكل صحفي يمني أو يطرحوها ويناشدوا أعرف أن هذه وأنا أؤكد أن هذه موجودة عند سمع القيادة في الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسينظر بعين الاعتبار نظرا للوضع الاستثنائي لليمن. فشكرا. المناشدة محل اعتبار عند القيادة في صاحب المقام السامي الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده الأمين محمد بن سلمان ابن عبد العزيز حفظهم الله. شكرا. آخر سؤال.
نرحب بنائب رئيس الجمهوريه فريق الركن علي محسن صالح الاحمر. اليوم كنا منتظرين هذا اللقاء من زمان، يعني الحقيقه كنا منتظرين هذا الزيارة، والكل يتساءل حول كثير من الامور، لكن انا اركز سؤالي. طبعا ياسر هادي، نسيت ياسر هادي قناه عدن. سؤالي المهم، تعز هي المدينه التي دفعت الكلفه الكبيره الى اليوم، ثلاثه اعوام تتعرض تعز للقصف العنيف، تتعرض للحصار الممنهج، تتعرض لابشع انواع يعني الجرائم في مدينه تعز. هل هناك يا سياده نائب الرئيس، هل هناك تنسيق عسكري امني مع مركز الملك سلمان لوصول الاغاثه لمناطق القصف؟ يعني هناك احياء مثلا الجبهه الشرقيه لا زال هي جبهه مشتعله، لكن لا زال فيها يعني عشرات الالاف من المواطنين الساكنين تحت القصف، لا تستطيع حتى مركز الملك سلمان لا يستطيع ايضا الوصول الى هذه الاحياء. هل هناك تنسيق عسكري امني اغاثي مع مركز الملك سلمان؟ هذا طبعا السؤال موجه لسعاده الدكتور عبد الله ربيع الذي متواجد دائما وحاضر في كل مكان في المجال الاغاثي. شكرا. انت عن هذا طبعا تعز عانت وتعاني الكثير، وهم أيضا يعترضوا القوافل الإغاثية مركز الملك سلمان أكثر من مرة، وفي خطة أيضا لتحرير تعز حقيقة وضعت في قيادة العمليات المشتركة بإشرافنا جميعا، وكان بإشراف أيضا صاحب السمو الملكي الأخ الفريق سمو الفريق فهد بن تركي ابن عبد العزيز والأخوة الأشقاء في الإمارات. وتعز تحرر منها الكثير في الأسابيع الماضية، لم يبقى إلا القليل، بحيث أن تكون حرية القوافل واصلة باستمرار دون أن يعترضها أي انقلابي أو أي متآمر على أمن اليمن واستقراره. شكرا. بالنسبة للمركز، طبعا كما يعلم جميعا تعز تحظى باهتمام كبير جدا من المركز، توجيهات خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمين إعطاء المناطق الأكثر أولوية واحتياجا، وتعز حصلت على اهتمام من كل المسؤولين عن البرامج الإغاثية سواء في الأمن الغذائي أو في الرعاية الصحية أو في غيرها من البرامج. حتى عندما كانت تعز محاصرة تماما كما تعلمون، ربما المؤسسة الوحيدة التي استطاعت كسر الحصار هي مركز الملك سلمان، سواء كان بإدخال اسطوانات الأكسجين على ظهور الجمال أو بالإسقاط الجوي بالتعاون المشكور مع قوات التحالف واستخدام الطائرات العسكرية لإسقاط الغذاء والدواء. حاليا المركز مركز على برامج كثيرة. اليوم في الواقع الأخوان أكدوا لي توزيع 76 ألف سلة غذائية، 76 ألف سلة غذائية توزع حاليا في تعز، وبلا شك ما ذكره دولة نائب الرئيس من أخبار سارة بتحرير معظم تعز يعطينا مجال أكثر للانتشار في تعز. كذلك نحن نشغل مستشفيات خاصة وعامة في تعز كذلك تغطية الرعاية الصحية للمحتاجين للرعاية الصحية في تعز. المركز مستمر، توجيهات خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين لنا واضحة، دعم كل مناطق اليمن، التواجد المكثف، وإن شاء الله سوف نستمر لرفع معاناة الشعب اليمني، وإن شاء الله نسعد جميعا بالأمن والاستقرار والازدهار في اليمن إن شاء الله. شكرا لكم.